السلام عليكم ومرحبا بكم احلى متتبعات قناه ام عثمان زيدات. لهذا النهار براتكم برشيمات مختلفين، ودابا عشاق الطرز الرقيق والطرز اللي ما فيهش الوريدات، اللي عباره عن خنيجرات وكذلك اشكال مختلفه، هليلات وريقات. غنبداو بسم الله وعلى بركه الله. تطبيق ديال هاد الرشمه مخدومه اللون في اللون، مخدوم اللون في اللون، كيف ما كتشوفوا معمر الكانيط ب جري مغلوق باش تفهموا اكثر وتعرفوا اكثر. بسم الله وعلى بركه الله غنحل هذه لانني باغيه، جاني هنا العراض عريض وانا باغي نخدم خدمه رقيقه البنات. بسم الله ما يدير شي مره، ما فيهاش تدوار المرمه، غيكون غير في الوريقات. راني دايره الفيزين تحت البنات. غنكمل معكم الخنيجر. جميل البنات، الوريقه نص نص، يعني ما فيهاش شدوه مرمه درشيمه، وشوفوا الحلاوه ديالها كيف دايره. هادشي اش كنقول لكم البنات، ماشي تضوا مرمه هو اللي نقدروا نبقاو خدامين به، نقدروا بلا تضوا المرمه نخدموا. شوفوا معايا البنات الوريقه كيفاش غنخدمها، يعني شوفوا معايا الوريقه كيفاش غنخدمها. غنخدم خدمت النص الاول جنب، يعني كندور المرمه وكنخدم اتجاه المعاكس ديال باش بديت. علاش خدمت اتجاه معاكس؟ باش تعطيني هاد الفرق بين الخدمه والخدمه، وتجي الوريقه كانها ورقه طبيعيه البنات. الرشيمه ما فيهاش شدوه المرمه نهائيا، غير الوريقات مخدومين بهذه الطريقه ديال نص نص. كنخدم الجهه الاولى في الوريقه، كندور شو شكلها كيف جا.
معايا الوريق البنات كيفاش غنخدمها. يعني حاولوا تركز يعني تصدقوا معي اولا تركزوا معايا في الوريقات كيفاش كنخدمهم. يعني نخدم النص شفتوا معايا خدمت هاد النص ديال الوريقه وندور المرمى ونخدم النص الاخر كنخدم نص نص بنص. يعني كنخدم الجهه الاولى وكندور اتجاه المعاكس ديال الجهه الاولى وكنخدم الثانيه باش يبان لي الفرق بين جهه وجهه. شفتوا باش كيبان داك الفرق ديال الوريقه بحال هكا شفتوا يعني كيبان لكم الفرق ديال الوريقه نص نص. غنعاود نخدم لكم هاد ثلاثه الوريقات اللي باقيين باش تفهموا اكثر. يعني بقى واحد جوج وريقات لثلاثه شوفوا معايا. كندور المرمى الاتجاه الاخر باش يبقى البان الفرق بين جهه بين الجهه الاولى والجهه الثانيه في الخدمه باش يبقى يبان الفرق بين الجهه الاولى والجهه الثانيه في الخدمه. نكمل شوفوا معايا دابا خدمت على هاد الاتجاه هكايا طويل طولي. غندور المرمى ونخدم الجهه الثانيه شوفوا معايا الوريقه. نكمل لكم اخر وريقه في هذا المرمى شفتوا خدمت هذا الاتجاه بهالطريقه هكا كندور المرمى باش كيبقى يبان الفرق بين هذه الجهه والجهه الثانيه. كان هكا نكون كملت المرمى ديالي اولا كملت التطبيق ديال هاد المرمى. البنات اللي كيقول لي قلبي المرمى ونقيها قدامنا ها نتوما البنات كتشوفوا الفيزلين كيفاش كيكون بهالطريقه. اللي كيكون الفيزلين بهالطريقه يعني كنحيد الخيوطه عادي بشكل عادي بحال هكا شوفوا معايا. بالنسبه النيلو او السورجي شفتوا كيف داير صافي البنات وكن نجرب هالطريقه كنقي هكا. كانت هذه هي الحصه تاع اليوم اولا هذا الدرس اللي خفيف ديال بلا تضوى المرمى كيف ما شفتوا يعني رشمه خفيفه بلا تضوى المرمى مخدومه بالوريقات نص نص. طريقه الوريقات نص نص البنات راه سهله. كنخدم الورقه النص الاولاني في اتجاه مثلا في هذا الاتجاه هكا ملي كندور نبغي نخدم النص الثاني يعني كندير العكس ديال الاتجاه الاول. علاش؟ باش يبان ليا الفرق بين هاد الجهه وهاد الجهه. الخنيجر راه خدمته غير عادي لان نقدر ندير فيه شي تنبات ولا شي حاجه. كانت هذه هي الحصه تاع اليوم كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله الرحمن الرحيم البنات انتظروا هاد الاشكال كاملين اللي خدمت في بث مباشر. ما تنسونيش من خالص الدعاء ديالكم والسلام عليكم البنات والى اللقاء. ان شاء الله غنبرعكم التعلام وغنبرعكم يعني غنلبي الطلبات ديالكم وما غنبقاش عليكم حتى شي حاجه. كيف ما كنقول لكم غنبقى نوريكم الى اخر ربق وان شاء الله ان شاء الله نهار نكمل داك الشيء اللي بغيت غنبقى نخصص وقتي كله للتعلم كله للتعلم. وان شاء الله تتاح لي فرصه اني ندير شي محل كبير ولا شي مجازه كبيره خاصه بالتعلم الرباطي.